At the end of September 1970, Gamal Abdel Nasser died of a heart attack. For 16 years, he had led Egypt. His death marked the end of an era. Umm Kulthum received the news in Moscow, where she had gone to perform. She cancelled her concerts and flew home. ورجعت القاهرة يومها لابسة أسود ونزلت القاهرة تبكي. طبعاً احنا كنا كلنا متوقعين إنها أصيبت بصدمة عنيفة جدا، لأن عارفين إنها بتحب ناصر قوي. فأنا كنت في المطار وشفتها وهي نازلة من الطيارة وسلمت علينا يعني. وزي ما هي كانت بتحكي لما بتحزن بتنزل تقعد في بدروم البيت، فراحت قعدت في البدروم شوية لغاية